في إطار مشروع التعليم والمواكبة عن بعد، مجموعة مدارس نخبة طيبة تكثف الجهود وتضع رهن إشارتكم جميع الوسائل الضرورية التي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه العملية الجديدة. كل الشكر والامتنان إذن للفريق التربوي والفريق الإداري، والشكر موصول كذلك لتلامذتنا الأعزاء وآبائهم المحترمين على تفهمهم، التزامهم وكذا مشاركتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطيب الخلق وأشرف المرسلين، حبيبنا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبائي الصغار، تلاميذ المستوى الأول، مرحبا بكم من جديد في درس جديد لمادة النشاط العلمي مع الأستاذة مريم عبادي. درسنا اليوم بإذن الله سيكون تحت عنوان كيف تبحث الحيوانات عن غذائها، وهو درس ضمن الوحدة الخامسة وهي مظاهر الحياة عند الحيوانات. سنرى بإذن الله في هذا الدرس الطريقة التي تتبعها الحيوانات للبحث عن الغذاء. قبل أن نبدأ الدرس ننظر جيدا إلى الوضعية. انظروا معي صغاري، تلاحظون هنا في الشاشة كلب. ماذا يفعل هذا الكلب؟ انظروا جيدا، نعم يبحث عن شيء معين، ربما يبحث عن الغذاء. سنرى كيف يبحث هذا الكلب عن الغذاء أو الحيوانات بأسرها. أتساءل كيف تبحث الحيوانات عن الغذاء؟ كيف تبحث يا صغار الحيوانات عن الغذاء؟ سنرى ذلك من خلال هذا الدرس. إذا انظروا يا صغاري، هناك مجموعة من الحيوانات: فيل، زرافة، أسد، وحيد القرن، قرد، نمر، لبوءة. إذا تختلف طريقة البحث عن الغذاء عند الحيوانات من حيوان لآخر. إذا باختلاف الحيوانات كذلك تختلف طريقة البحث عن الغذاء. سنرى ماذا تعتمد الحيوانات في بحثها عن الغذاء. نبدأ بالنمر والفهد. هنا في الصورة لبوءة تطارد عجل. إذا اللبوءة تعتمد في بحثها عن الغذاء عن التربص والمطاردة. التربص والمطاردة، فهي تراقب الحيوان من بعيد، مثلا تراقب عجل أو غزالة هنا كما فعل الفهد، تراقبهم من بعيد ثم تطاردهم ثم تحصل عليهم كغذاء لها. إذا مثلا الأسد، اللبوءة، الفهد، الضبع، النمر، هذه كلها حيوانات تعتمد في طريقة البحث عن الغذاء على التربص والمطاردة. التربص والمطاردة. نرى صنفا آخر من الحيوانات يعتمد على طريقة أخرى، وهنا الحديث عن العنكبوت. العنكبوت، انظروا هنا يا صغار ماذا يفعل هذا العنكبوت. يصنع فخا، يصنع فخا. العنكبوت من الحيوانات التي تصنع الفخ للحصول على الغذاء. تصنع فخ للحصول على الغذاء، للحصول على بعض الحشرات، فهي تنسج خيوطا من خيوطها لكي تصنع منه فخا كما تلاحظون هنا في الصورة. فتأتي الفريسة وتعلق بهذا الخيط ثم تصبح غذاء للعنكبوت. انظروا هنا جيدا إلى هذه الخيوط كيف هي متشابكة. إذا سقطت الفريسة على هذه الخيوط يصبح من المستحيل الخروج منها. إذا رأينا أن النمر واللبوء والأسد ومثلهم من الحيوانات يعتمدون على التربص والمطاردة، ورأينا العنكبوت أيضا يصنع فخا للحصول على الغذاء. نرى نوعا آخر يا أعزائي الصغار ماذا يفعل. انظروا هنا يا صغاري، هذه أفعى. انظروا إلى حجمها الكبير. ماذا تفعل الأفعى قبل الحصول على الغذاء؟ إذن
الأفعى، عندما تجد فريسة معينة فهي تقوم باللف حولها، تلتف حول الفريسة. انظروا هنا، التفت حول الفريسة فتقوم بخنقها، تحبس أنفاسها لكي تصبح جاهزا أو جاهزة للطعام. تصبح هذه الفريسة جاهزة كغذاء للأفعى. انظروا جيدا، فالأفعى تقوم بالالتفات حول الفريسة ثم تقوم بخنقها لتصبح جاهزة. إذن هذه الأفعى تعتمد على خنق الفريسة للحصول عن الغذاء. الأفعى تعتمد على خنق الفريسة للحصول على الغذاء. إذن رأينا هناك من يعتمد على التربص والمطاردة، وهناك من يصنع فخا للحصول على الغذاء، وأيضا هناك من يخنق الفريسة لكي يحصل عليها. إذن سنرى حيوانات أخرى ماذا تفعل لكي تحصل على الغذاء. إذن هناك حيوانات أيضا تعتمد على الحواس للبحث عن الغذاء. هناك حيوانات تعتمد على الحواس مثل حاسة الشم، حاسة السمع، حاسة البصر لكي تحصل عن الغذاء. نرى الخفاش يا صغاري، تعرفون الخفاش؟ هو من الطيور. لاحظوا جيدا الصورة، هذا يسمى الخفاش. إذن الخفاش من الطيور أو من الحيوانات التي تعتمد على حاسة السمع للبحث عن الغذاء، للبحث عن الغذاء أو الفريسة. انظروا هنا يا صغاري، يحاول هذا الخفاش أن يعتمد على حاسة السمع لكي يحصل على فريسته. من انظروا جيدا سنرى نوعا آخر من الحيوانات وهو الكلب. تذكروا جيدا ما رأيناه في الوضعية. إذن هذا الكلب يبحث عن الغذاء، فهو يعتمد على حاسة الشم. يعتبر الكلب من الحيوانات التي تعتمد على حاسة الشم في البحث عن الغذاء. إذن يحاول هذا الكلب أن يعتمد كثيرا على حاسة الشم في البحث عن الغذاء. رأينا أن الخفاش يعتمد على حاسة السمع، وأيضا الكلب يعتمد على حاسة الشم. سنرى حيوانا آخر يعتمد على حاسة البصر، يعتمد على حاسة البصر. إذا انظروا يا صغاري إلى هذه الصورة، هذه صورة عقاب. إذا العقاب من الطيور المفترسة آكلة اللحوم، يعتمد على حاسة البصر للبحث عن غذائه. إذا فهو يطير في الأعلى ويحاول أن يعتمد على حاسة بصره لكي يبحث عن الفريسة. إذا رأينا يا صغاري الخفاش يعتمد على حاسة السمع، ورأينا الكلب وحيوانات أخرى هناك تعتمد عفوا على حاسة الشم، ورأينا العقاب كحيوان يعتمد على حاسة البصر. إذا يا صغاري نستخلص من هذا الدرس أنه تختلف طريقة البحث عن الغذاء عند الحيوانات من حيوان لآخر، فهناك من يعتمد على الحواس، وهناك من يصنع فخا للحصول على الغذاء، وهناك أيضا من يراقب الفريسة ويطاردها ثم الحصول عليها. إلى هنا يا صغاري نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالشرح جيدا. ألقاكم في حصة مقبلة بإذن الله، وإلى اللقاء.